اهلا وسهلا. هلا والله، حياكم الله. وليدي جاسم، هلا والله، تفضلوا. البنات الخليجيات سفيرات أهلهم لين يتزوجون. ممكن تحصلين على الشهادة والسيرة والسيارة، ومع ذلك صادوتش مجهزة جنطة المسرح. بعد يما قلت لك عندي بروفا، وأنا قلت لك إن جاسم وأحلى جايين يسيرون علينا. صرت مرة، شكبري شعرضي، وأمي للحين تلني من أذاني. عرفتي بنتي مخرجة؟ ما شاء الله. إيه، ولدي يدير 100 موظف بالدوام. اليوم كاتبين لأن مسرحية بنتي بالجرايد. إيه، شكلك ما قريتي أمس الوطن، كاتبين عن ولدي كتير. أمك قالت لي إنك مخرجة؟ مخرجة؟ لا والله ماني مخرجة، أنا فنانة استعراضية، بطلة مسرحية اللي الحين قاعد يطوفها بروفا عشان أقعد وأشرب شاي مع واحد عبارة عن جدول أكسل. جدول أكسل؟ هذا اللي قالت أمك عني؟ قالت لي إنك أفضل رجل بنوك في الكويت، وأنا استنتجت الباقي. من بعد إذنك يا حضرت راقصة الباليه، مضطر أروح أرتب جدول الأكسل. الشباب الخليجيين سفراء أهلهم لين يتزوجون. حتى لو أنت مسؤول عن 100 موظف في الدوام، بس لما توصل البيت تصير أنت بخدمتهم. يما البنت كارثة. نسرة هي مخرجة. شوفوا حالتي، ريال بس ما أقدر أقول لا حق أمي. اسمع جدول، أنا أمورك طيبة. شكيرة مسوية تان، فرصة سعيدة. أبي أعتذر بس هذا رابع موعد شاي ليها الأسبوع. هذا سادس واحد بالنسبة لي. صج؟ أي، أنا أفضل رجل بنوك في الكويت. طب أقولك الصراحة، ما قاعد طوفني بروفا ولا حتى حصلت على الدور للحين، قاعد طوفني تجربة أداء. صج؟ ايه. تدرين احب المسرح؟ والله؟ ايه. بنتي قدمت على جامعات الخارج وكلهم اقبلوها، بس يعني حبت ان تقعد يمي انا. لا لا، انا شجع ولدي انه يطلع يدرس. طب ايش رايك تيجي معي؟ ليش؟ ماجستير ودكتوراه، يحسن مستواه العلمي. ليش لا؟